أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغرب من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للثالث والعشرين من فبراير، كما ترون أمامنا الاسم بي 500 كانت هناك محاولة للصعود لكنه واجه المقاومة عند حدود 1950. لطالما لم يخترقها سوف نستمر بالهبوط، لكن اخترقها سوف نصل إلى حدود 2000. أي سيناريو آخر كما ترون ممكن أن يأخذنا إلى حدود أدنى من ذلك، ممكن أن نصل إلى حدود 1900 هنا، وكذلك إلى حدود 1920. هذا بالطبع الناسداك 100، هناك سيناريو جدا شبيه لما حدث على الاسم بي 500. كما ترون كان لدينا محاولة الصعود، أرى أنه 4300 هي نقطة المقاومة الأولى، 4350 نقطة المقاومة الثانية، إن اخترقها سوف نصل إلى 4500، ما لم يخترقها سوف تكون لدينا هناك دعم عند 4100 وعند 4000، لكن الدعم عند 4000 يكون قوي. شكرا لكم.